السلام عليكم. اليوم أريد أن أنظر معكم في نمط حياتنا الذي صار متسارعاً أكثر من اللازم، ولذلك ظهر في العالم توجه جديد يدعى slow life، يعني slow food، slow life بشكل عام. هناك محاولة لإبطاء نمط الحياة لأننا وجدنا أنه لم نعد نستوعب ما يحدث حولنا، لم يعد لدينا الوقت للتفكير، لم يعد لدينا الوقت للعيش حتى، بل لم يعد لنا الوقت للتواصل فيما بيننا. ظهر أولاً أن هناك ضغط، ستريس، إجهاد هكذا، سمته منظمة الصحة العالمية آفة القرن 21. صار الناس يعملون ساعات يعني غير معقولة، يعني يعملون 60 ساعة، 70 ساعة في الأسبوع ويفتخرون بهذا. هناك كثيرون من الناس من يقول اليوم يعني لم أتوقف من العمل، لم يكن لي وقت حتى لأتغدى منذ الساعة 7 صباحا وأنا أعمل للساعة 10 ليلا، يعني لم أتوقف من فعل كذا وكذا. ووجد الناس أن فعلا حتى لو يريد الإنسان أن يتوقف وأن يعمل شيئا مع نفسه، تأتيه التوقيفات، interruptions، يعني تأتي أشياء هكذا تطالبه بفعل كذا، اتصالات بالهاتف، إيميل يأتيه، حد يأتيه إلى مكتبه إلى آخره، في المعدل كل 10 دقائق. يعني فعلا عندما كنت أقرأ هذه الأشياء فكرت مع نفسي، وربما أسألكم، متى كانت آخر مرة جلس الواحد منكم مع نفسه لمدة نصف ساعة لا يقرأ شيئاً، لا ينظر إلى موبايل أو هاتف ذكي أو حاسوب أو تلفزيون، أو لا يفعل شيء، فقط يجلس مع نفسه ويفكر هكذا تفكير في أي موضوع كان؟ لا يكاد يتذكر الإنسان، أنا لا أكاد أتذكر أني جلست يعني مؤخراً مع نفسي هكذا نصف ساعة بدون أن أفعل شيء. طبعاً أنا أجلس مع نفسي وأقرأ، أجلس مع نفسي وأكتب، ولكن لا أجلس مع نفسي وأفكر هكذا بدون فعل أي شيء، وهذا صار أمراً مهماً جداً جداً جداً. وجد مثلاً أن الأكل، حتى يعني إبطاء الأكل، كتب أحد الأخصائيين قال عندما نأكل، لو نأكل وبين اللقمة واللقمة نضع الشوكة هكذا على الطاولة ثم نمسكها من جديد هكذا من أجل إطالة وقت التناول الأكل، هذا يحسن من الصحة، بل يخفض وزن الإنسان بمعدل 15 إلى 20%، لأنه كلما أكل بسرعة، كلما أكل أكثر، كلما لم يحس أنه أخذ ما يكفيه، بل يأخذ أكثر مما يحتاج. فيعني عملية التسريع هكذا، الإسراع في العيش، الإسراع حتى في السياقة، أنا ألاحظ نفسي أني في السياقة أحس كأنني أنا مستعجل للوصول من مكان إلى مكان، حتى لو أنني عندما أصل إلى المكان المراد ليس لدي أي شيء يعني مستعجل، لا أحتاج أن أكون هناك يعني 10 دقائق قبل الوقت أو 5 دقائق، يعني كلها، يعني كل هذه المسافات التي نقطعها إذا قطعناها بسرعة أو قطعناها ببطء، يعني الفرق بينها كلها بضع دقائق، هذه لا تغير شيء، ولكن تعودنا أن نسرع هكذا في حياتنا ونريد أن نبطئ قليلا، وربما رمضان يكون مناسبة لفعل هذا. بدأت كثير من الشركات والمؤسسات في العالم، في أمريكا وفي أوروبا، أن تحاول أن تدخل هذا التوجه في نمط عملها وفي إدارتها. فأولاً مثلاً شركة جوجل تخصص خمس وقت موظفيها للتفرغ، للتفكير وللاسترخاء، مش فقط للتفكير، للاسترخاء، يعني خارج المباني هناك مساحات للجلوس، لشرب الشاي، للحديث، لحتى لعب هكذا، يعني للرياضة، خمس الوقت يسمح ويشجع الموظفون أن يقوموا بأشياء يعني تعطيهم شوية نفس هكذا، استرجاع النفس. شركة إنتل التي تصنع شرائح الكمبيوتر، إنتل
إنتل تخصص 4 ساعات نصف يوم يوم الثلاثاء لعدم التواصل الإلكتروني إطلاقاً، عدم إرسال أي إيميلات، عدم الاتصال بالهاتف، بل تقول للموظفين ضعوا إشارة عدم الإزعاج Do not disturb على الباب حتى لا يأتيكم أي حد، لا يأتيكم إيميل، لا يتصل عليكم أي أحد بالتليفون، حتى تخصصوا هذا الوقت يكون وقتاً للتفكير فقط. عدد من الشركات أيضاً والمؤسسات خاصة في أوروبا صارت تمنع منعاً باتاً أن ترسل أي إيميلات أو أي طلبات عمل خلال عطلة آخر أسبوع، بل حتى بعد الدوام بعد الساعة 5، ممنوع منعاً باتاً، مش فقط طلب عمل ولا فقط إرسال شيء للقول غداً سنفعل كذا، هذا يعتبر ضغط على الموظف ويعني تأثير على وقته في وقت فراغه. مؤلف يدعى كيفين كيلي، كيفين كيلي كنت ذكرته لكم في كتاب The Inevitable، كنت ذكرته منذ حوالي سنة ونصف في أحد الكتب المميزة التي قرأتها وعرضتها عليكم The Inevitable. كيفين كيلي، كيفين كيلي يقول أنا أخصص كل سنة بضعة أسابيع، بل إذا استطعت بضعة أشهر، أن أذهب إلى منطقة من العالم خاصة في آسيا بدون حاسوب، يقول لا أخذ معي كمبيوتر حتى أتواصل مع البشر، يقول أنا أريد أن أتواصل مباشرة مع البشر لأفهم الناس وأفهم الحياة وأفهم نمط العيش للبشرية ككل. ثم يقول يعني جملة هكذا أعجبتني منه، أنا ترجمتها، يقول أبقي الأجهزة الرقمية بعيدة عني قدر الإمكان حتى أبقى مع نفسي وأعرف من أنا. يقول عندما أبعدها عني أبقى مع نفسي فعلا أنا وأعرف فعلا من أنا. يقول هكذا أكون استطعت أن أعيش هذه الحياة المطلوبة. أردت فقط يعني أن أعطيكم فكرة أن حياتنا هذه يجب أن نتحكم فيها ولا نترك التكنولوجيا التي تسير حياتنا. حياتنا صارت سهلة فعلا وصارت متسارعة، فيها جوانب مفيدة، ولكن يجب أن الإنسان أن يبقي يعني محافظا على زمام الأمور، أن لا تفلت الحياة من يديه وأن يسيرها وأن لا تسيره. ربما أعتقد أن شهر رمضان يكون مفيداً من هذا الباب، أن يراجع الإنسان نمط حياته وأن يبطئه بقدر المستطاع، سواء من حيث الأكل أو من حيث الفكر أو من حيث المشي أو من حيث سياقة السيارات أو غير ذلك. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. السلام عليكم.